شام الهوى عالبال ياسمين شو بالي بين خدة والخال متخبي موالي مزروعة بدمي هما صفي همي مهما قسي المشوار رح ترجع لأمي ورد بينسى عطر ورد بيحضن غصن غافي لولا الدفا تعب وبرد دافي الحضن دافي جرحي ملح من البعد مش عالجمر حافي ورد بينسى عطر ورد بيحضن غصن غافي لولا الدفا تعب وبرد دافي الحضن دافي جرحي ملح من البعد مش عالجمر حافي لرقصات النانرج صدق اللي وزنه دهب والشهامة عنا فرجي قلبك خلي عالجار صدرك وسع مرجي مهما قسي المشوار رح ترجع الهمي عالحزن والفرحة سوا وشو كترة اللمي والجار يهدينا هوا نتقاسم اللقمي صمتك يا وجع انطوى وصوت الضحك رحمي عالحزن والفرحة سوا شو كترة اللمي والجار يهدينا هوا نتقاسم اللقمي صمتك يا وجع انطوى وصوت الضحك رحمي شوف يا وجدي شغلتنا العالم بتفكرها سهلة انت والله موالدي جيبوا على العرس جيبوا على المولد لا انا بالنسبة لي هاي الشغلة صعبة كتير بنعتمد كتير على الايقاعات على المقامات شغلتنا بدها اخلاص بدها عمل بنخطئ معلش ليش لا خلينا نخطئ الواحد بيتعلم من خطأه وقت الواحد ما بيشتغل ما بيخطئ عرفت كيف يا وجدي انا بأمرك شيخ ريحان من اليوم تعتبرني من ايدك هي لايدك هي وانت من هالليلة يا وجدي صرت واحد من اعضاء فرقة الموالدية وبإذن الله الليلة بدك تحضر الحفلة معنا روح ربي يديمك ويكتر من امثالك يا شيخي شوف عمي وجدي قبل ما نبدأ بالدرس الاول نحن اهل من اليوم ورايح شو بتعتاز شو بتحتاج تجي بتخبر عمك الله لا يحرمنا منك يا شيخي ولعلمك بمعية كبارية الحارة عملنا جمعية رح تتكفل بكل المحتاجين بالحارة وبرات الحارة الله يخليك ويخلي كل المحسنين يا شيخي هذا شيء والحفلة شيء تاني انت بس تحضر الحفلة وتكون معنا بالفرقة راح يطلع لك المعلوم اي والله غرقتني بفضلك يا شيخي الفضل لله يا وجدي والله يرحم تراب ابوك تعيش شيخ ريحان تعيش انتبه علي هلا يعني ما رح نبلش بالشغلات الصعبة نعم يعني اكيد انت سامعنا بالموالد وبالاعراس وهي يعني دعوني وناجي حبيبي ولا تهجروني فهجري حرام ها الله يسعدك يا وجدي يلا خلينا نقولها هيك مع بعض حافظها ما حافظها يا ابني ايه طبعا شيخي طبعا يلا دعوني أناجي حبيبي ولا تهجروني فهجري حرام حلو يا وجدي حلو برافو عليك مستحي ما ايه كلنا استحينا بالاول عادي هيك طلع لي صوتك انت صوتك طيب بدي هالخامة يسمعوها العالم الله يديمك يا شيخي يلا ايه تنحنح منيح النحنحة واحد اثنين دعوني
دعوني أنادي حبيبي ولا تهجروني فهجري حرام. فعرسك يا ابني فعرسك فعرسك، نحن عم نعمل شيء هيك يلا حلو بحب المصطفى بحب الله. يلا فعرسك هي واعطيني صوتك هيك يعني طلع طلع الخامات اللي عندك لجوا. يلا بأمرك. انت كنت تلميذي وبعرفك انا يا وجد. يلا بسم الله. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تهجروني فهجري حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تهجروني فهجري حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تهجروني فهجري. الله 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 يا وجدي. نعم 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 كمل كمل. دعوني دعوني أناجي حبيبي يا حبيبي ولا تهجروني فهجري حرام. لك تاكل سكر ربع، لك تاكل تشرب شاي حلو. ايه السكر هيك بيجلي الصوت بأمرك. دعوني دعوني غير مطعم اجي حبيبي ولا تهجروني فهجري حرام. دعوني دعوني اجي حبيبي ولا تهجروني فهجري حرام. حرام الله. وين حطيته وين؟ لك مصيبة إذا ما لقيته مصيبة. والله عارف على يفضحني بالحارة. لا والمصيبة الأكبر إذا قال لأبي والله بيقلعني من الفرقة. كل شيء من الفرقة. بصراحة؟ ايه في واحد رفيقي خلى معي مبلغ من مصاري. ايه وراح المبلغ راح. ايه شو ايه؟ جيت عم دور على المبلغ ما لقيته، عم دور بكل البيت ما لقيته، اختفى المبلغ، شو اعمل؟ شو اعمل يا سكر شو اعمل؟ والزلمة واقف على الباب خايف يفضحني بالحارة. وانت ليش تاخذ منه المصاري لك اجدا؟ غلطت، غلطت اختي غلطت، بعتذر منك ومنه ومن هالقصة كلها. والله غلطت قلت لي، ايه لكن تحمل نتيجة غلطتك وكل هلا شرشحها من ابوك. ولي سكة أنا مو أخوك، بترجعك تساعديني بترجعك. شلون؟ آه دوري معي دوري معي أختي. ليش أنا فاضيت لك؟ مو شايف الغسيلات بدك ترتد عيدني إياهم مرة تانية؟ شو بدي أقول لأمك هلأ؟ أختي دبريها دبريها، لك أنا مضغوط مضغوط، فهموني فهموني. لك شو؟ لك كيف بدي دبرها؟ لك بس فهمني كيف بدي دبرها؟ وقتي صوتي خلص معك إياهم مرة تانية معك إياهم. لك تعال هات الغسيلات لهم. روح من وشي رضا. يا الله يا الله على هالأخ اللي عندي من مصيبته عجاني وعجان الدنيا كلها ياتها. لك شو صار معك يا بنت؟ رح تنزلي ولا أطلع شوف شو عم يصير معك على الأسطوح؟ ولي ولي هلأ إذا أمي طلعت وشافت على هالحال شو بدها تعمل فيني؟ إيه هلا على هالبيت بطلت بوس ايدك تتحملني لبعد اذان المغرب، لبعد اذان المغرب بيكونوا عندك على دوز بارا. رح صدقك هالمره،
بس مع أذان المغرب إذا ما كان المصاري معي رح أضطر أقول لأبوك إنك سرقتهم مني. لا تقولها لك، خلاص بعد الأذان عم قلك، أول ما تسمع أذان تعال عندي رح تاخذهم على دوز بارا شباك. لا سيدي، مع الأذان. مع الأذان، مع الأذان، روق بقى، خلاص مع الأذان تاخذهم لنشوف. وليزا قال لأبي أنا خلقها مضبوط ونقصني، دخيلك يا الله دخيلك. يلا يا مطر بني ايمي هاي وهاي. يلا الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ايه وين رضا؟ تعال اسمع على هالسمعة. خير ان شاء الله. احكي له يا مو، احكي له لابوكي مشان ما توقع الشربة براسي. يا بي بصراحة، يعني يا بي بصراحة. احكي سكر. ما بتزعل مني يا بي؟ ما هي يا بي سكر. الله يرضى عليكي. يلا. هذا اخي رضا مدين مصاري من صاحبه والله اعلم شو عمل فيهم. شو هالحكي؟ ايه يا بي، مو بس هيك كمان. لكان شو في؟ من الصبح عم بيحوص ويلوص ويفتل ويبرم مثل الصوف، قام راح وقع لي الغسيلات مرتين على السطح. متأكدة من هذا الشيء؟ ايه يا بي متأكدة، وإذا بدك روح جيبه واستجبه واسأله. وينه؟ رضا! يا رضا! يا رضا! شرفت؟ رضا أنا يا بي؟ معناها سمعت الحديث كله رضا أفندي. ايه سمعته، بس مو عتبي عليكي، عتبي على يابي. ها؟ فوق كل هالعمايل اللي عاملها وعتبك على يابي؟ ايه والله عتبان، عتبان وكتير كمان يابي. تفضل، تفضل استاذ رضا، نورنا. مو انت علمتنا انه ما حدا يفسد على حدا يابي؟ ايه يابي. ومو انت علمتنا انه الفسيدة نميمة يابي؟ تفضل كمل. معناتها اللي لازم يتحاسب هي سكر يابي، لأنه مو بس فسدت علي وعم تكذب على لساني كمان. شلون؟ أول شيء أنا ما دينت المصاري، بس عندي رفيق أخوه إيده طويلة خاف يلطشته المصاري يابي، فحطه الأمانة عندي. بدك روح اسأله يابي. أكيد أكيد يابي أكيد. سيب العادة أكذب عليك أنا. وين المصاري؟ من كتر ما أني مشوش ومضغوط يابي دورت عليهم كل البيت عم طلعوا بجيبتي. شوف يابي رضا، الله يرضى عليك، أبرين بتروح بترجع المصاري لصاحبهم وبترجع لعندي، ومن هلا ورايح ما بتقيم إيدك على رجلك إلا لا تخبرني. انت علينا يا بي، انت علينا. ايه يا بي سكر، مين اللي خبر قلتي لي؟ امي. اه معناتها انت مانك فساده يا بي. والفساديه يا بي يعني بتختلف كثير عن التربايه. امي قصدها التربايه وما قصدها الفساديه. يعني في ناس قد ما كبروا يا بي ان كانوا مضغوطين مو مضغوطين، حافظين مو حافظين يا بي، لقوا المصاري ولا ما لقوا المصاري يا بي، بدون ترباية يا بي، عرفتي؟ مزبوط يا بي. بس مع هيك الله يرضى عليك يا سكر، رضا بضل أخوكي ولو احتزري منه. مرقة رضا أفندي. لا مالي مرقها، بدك تعتذري وتبوسي إيدي كمان. يا بي بلاها، لا تعتذري يا بي عندي. إذا بدك يا بي أنا بعتذر منه وبوس إيدها. من يوم يومك موال أنت، منت علينا. يلا لك ها أبريم، بتروح بتودي المصاري وبترجع لأنه عنا بروفا يا بي. انت علينا يا بي، انت علينا. الله يسلم دياتك على هالترباية، هيك بدي اياكي دائما يا ام رضا. تقبرني الله يخلي لنا اياك. يعني انا هلا ما فهمت الغسيلات اللي وقعوا على الاسطوح شو صار فيهم؟ رجعت معكتهم مرة تانية يا ما. معناتها بدهم وش تاني. يلا والله مشتاقت لك يا بي. كومايات كومايات. اهلين يا بي. يا ميت اهلين وسهلين، الله يعطيكم الف عافيه. وينك يا بي؟ وينك انت؟ وينك عم تزورينا؟ خاف زياراتي. اه قولي لي لشوف، زعلانه من حدا شي بالبيت؟
والله احب على قلبي اجي كل يوم، بس شغل البيت والحبل مقلل لي همتي يا بي. الله يقيمك بالسلامه يا حق يا بنتي، وتشوفي هيك ابنك بين ايديك عم يكاغي، وتناوليني اياه ويصير كمان يكاغي بين ايدي يا رب. بس وينك يا بي؟ المهم انك تكوني حاطه جوزك بين عيونك يا بي. ولو يا بي تربايتك انا. الله يرضى عليكي، والله انت ما في منك، من صغرك ما في منك، مرضيه، كل عمرك مرضيه. انت طمني عنك، صحتك، شغلك، بيع المقشات، كيف يا بي؟ والله الف الحمد لله ساتر ربك، بس والله يا بنتي صار لي حصه عم فكر غير الكار تبعي. تغير الكار يا بي؟ مثل شو؟ ابي هلا انا مو عم بفتل وفتل بالحاره، حاطه المقشات على كتفي، بحط المقشات على كتفي، وعلى كتفي الثاني بحط خرج اضامي. إذا أجانا واحد بده مقشي منبيعه مقشي، وإذا أجانا ولد منبيعه عظامي، بتعرفي إنه الحرات مليانة ولدك يا بي. إيه ليش لا يا بي؟ الله يقدم لك اللي فيه الخير، المهم تضل بصحتك وعافيتك. لا يا سيدي، بيع عظامي ما في، كم مرة بدنا نحكي فيها القصة أبو شوكات؟ ليش لا يا مو؟ لك يا يامو، قال مين غير كارو؟ المقدارو. يعني هلا إذا أنا صرت بيع عظامي بقل مقداري؟ إيه نعم بقل مقدارك. يلا أبو شوكات. لك بشو بقل مقداري؟ يا عظامي مغبرة، يا عظامي ناعمة، أنا لما غبرتها كانت أم شوكات نايمة. قومي يا بي، قومي قومي غسل إيدي، قومي الله يرضى عليك، تعالي شو والله الجنة. والله لحمة قصص، شو صاير له هالزلمة؟ عقله مو ضابط منه، والله رح يجنني. أمي ما بتبعتني غير على المشوار المعد. لا إله إلا الله. عمتي يا عمامة، عمامة، عمتي ابن خالي؟ لا بنت خالي. باين إنه بنت خالي؟ لا باين إنك ابن خالي. يا حالي أنت ليش تحبي تاخذي الأخذ والعطاء؟ سبحان الله، ليش بحب أحكي معك ما بعرف؟ سبحان الله، وانا ما بحب احكي معك ابدا. يو ليش بقى يا اختي؟ ما بحب قصص النسوان كلها انا من يوم يومين. ليش هلا رح تفتحي لي سيره؟ بدي انزل عشان عندي بروفه مع الوالد. عم بيقولوا انه صوتك صاير بالحفلات بيوقع البلبل من عشه. ايوه، ومين قال لك هالحكي؟ بالحاره عم يحكوا هالحكي. عن جد؟ ايش رح كذب عليك انا يعني؟ وشو عم بيقولوا كمان عنايا؟ انك مجذب ولك روزة كمان. روزة؟ لك ايه؟ ايه الحمد لله، احسن ما يقولوا عني خروق ومتشتش. لك انت ابن الموالدي على سن ورمح. ايه لكان ولسه، ايه والله لا يشوفوا مني العجايب. هلا يمينا من كل هالحكي، نسيت اسألك. تفضل. انت عن جد فايتة بال 16؟ لا بال 17. ايوه. خير خير، صحتها مجدره من ايدي. يا الله يسلم هالايدين. الله يسلمك بنت عمتي، صحتين وهنا. على قلبك. يلا تقبضني هلا تبرد المجدره. الله يسلم هالايدين يا ام رضا. الله يرضى عليك يا سكر ويستر عليك يا رب. قل لك شغله يا ابي. قولي يا ابي قولي. ما بتزعل مني؟ يا ابي ايه بدك بري؟ لا ما رح ازعل منك، تفضلي. جاية على بالي أكلة. ايه شو هي يا بي؟ من يومين هفتت ريحة مشاوي بالحارة يا بي، والله نطف قلبي عليها نطف. سلامة قلبك سكة، خلص اعتبري المشاوي بهاليومين صارت عنا غيره. ما بتزعل مني يا بي؟ سكة كبرية بنتي بقى. يلا مرضى. شو؟ يا بي ايه؟ بعد أكلة المشاوي هيك حلو إنه نتحلى بأكلة قطايف عصافيري. ايه طيبة العصافيري بعد المشاوي، ليش لا؟ تكرم عيوني، صار. لك روح، ربي لا يحرمني منك ويخلي لي اياك. الله يستر عليك دنيا والآخرة يا سكر. خلصوني بقى، رح تفتحوا لي سيرة عنتر؟ رح يبرد الأكل. حذري عن شو كنا عم نحكي؟ عجزت. احكي لها لأمك، أم رضا في لي تقصير. يا مو كنا هلا عم نحكي أنا وأبي إنه بدنا نعمل أكلة مشاوي بهاليومين. أنت قبريني أبوكي ما بيقصر. حط لك مجدرة يا أبي؟ أنا بحط له تقبريني. أمك يا أبي، أمك. يا أبي؟ إيه. في عندي طلب صغير.
هلا ما رح تبطليها العادة انت؟ ما رح تبطليها؟ يعني ليش ما بتسقين اياهم كلهم ورا بعضهم لك ابي؟ ليش هيك يعني كل شوي طلب كل شوي طلب؟ بتخاف تزعل مني يا ابي؟ لا لا يا ابي الله يرضى عليك يا سكر ما رح تزعل. خلصنا يا عمو كلي هلا تفضل. يسلم هالايدين يا عمو. صحة وغنى. المهم يا ابي يا اهلين وسهلين يا اهلين وسهلين اهلين باختي انصاف والله يا ميت اهلين وسهلين ان شاء الله مرتاح عندنا بالبيت طمنيني وينك الله يرضى عليكي شو ما عتستي بتقولي لي هربتي سدادي انا اخوكي ها لا تستحي مني لك خلينا ياك يا اخي ابو شوكه والله انا ما بدي غير سلامتكم بس اهم شيء ما كنت تقلت عليكم لا شو هالحكي هذا يا انصاف الله يسامحك والله اذا بتعني الدهر كله عنا بنحطك على راسنا بس نحن مو بشي يعني مشانك انت يا اختي الله وكيلك يعني بدنا اياك ترجعي لبيت جوزي وينك لا تزعلي ها صدر البيت الك والعتبه النا بس خربان البيت مو حلو بنوبها مو حلو والله عم تحكي جواهر يا اخي ابو شوكه بس شو طالع بي الايد قصيره والعين بصيره الله يهديك يا صيب الله يهديك ليش ما عزمتوا على الغداء وهيك بيكون كمان الغداء تفضلوا يا عيني يا عيني مجدرة والله اللي كنت تفهم يا عيني تقبرني دقلي هالجاجات يا مو ميا ما حطيتي لأبوكي إلا بطاطا بس لا تسكي ما بدي ما شاء الله يطلع عليك يسمو يديكي بدي أكل مجدرة من زمان عني على بالي الأكلة بالله شو اللي من الصبح عم اتعذب وانت فيها لهالجاجة ومشغلة البيت كلياته معي مشان آخر شي تجي تقلي ما بدي أكل جاج بدي أكل مجدرة لك شو بنعم شوكة قلت لك الأكل عني على بالي شو الأكل إجباري اسمعوا ورا السمعة يا جماعة لا لا يا سيدي بدك تاكل جاج يعني بدك تاكل جاج قومي يا معينايا ضبي لي صحن هالمجدرة بالنملية قوام إيه لا يا أبي خلي صحن المجدرة لأنه أنا بدي أكل مجدرة شو بنعم شوكة بدك أن نعمل مشكلة على الصفرة لا يعني النفس ما تشتهي أنت كلي جاج وأنا بدي أكل مجدرة شو الحكيان إيه لا سيدي أنا ما بدي آكل جاج ولا بدي آكل سم الهاري أنا فايتة على غرفتي اندفت كل مجدرة أبو شوكات كل مجدرة لك طولوا بالكم يا جماعة والله القصة مو محرزة لك يا عم شوكات يا عم شوكات لك تركيها تركيها يلي بيأكل على درسه بينفع نفسه شو عمل له يعني أنا غلطت إذا بدي آكل مجدرة الله يعطيها العافية تعذبت كل النهار بس أنا بدي مجدرة أعطيني صحن مجدرة لإلي خود يا أبي مجدرة ولا تزعل بسم الله الرحمن الرحيم هاي بصل كمان يا عيني يا عيني يا عيني والله اللي قال إنه أكلة المجدرة أكلي مقدرة بيفهم يا جماعة خلاص شبك مصاف ما تاكلي تاكلي معي مجدرة لا صحة واللي بده مجدرة اسكبوها صحة يا أبي صحة على قلبك يا أبي يا عيني يا عيني تعرف يا أبي البصل اللي زينا للمجدرة وبيعطيها طعمة طيبة ان شاء الله صحة وهنا على قلبك يا عمو رضا رح اكل انا يا ابي استني يا اخوكي يا رضا يلا يا عمو رضا شو عصيت على الاسطوح لك رضا مو طلع يعيط لعمته والله ما بعرف شو صار معه شو بيت عمته بمعربة يعني وين لك يا رضا بدي اعرف مقصوبة هالرقبة ليش كل ما بتشوفني بتحمر وبتغضب لا تكون حاطة عين عليك ولك رضا ولي اقعد ما اقدر احمل كيس القمح قدامك كمان اخ يا مو ولي على قامتي ولي على قامتي ابي شو صار لك فعليني ولي على قامتي ولي شو صار لك ابي ولي لك ليش بتضل ملهوج لك ابي ليش بتضل مستعجل ابي ابي لك شو مضغوط لك ابي مضغوط يا ابي على مهلك يا ابي على مهلك الله يرضى عليك على سكر عمود يا سكر لك ليك سكر هلا اخ اخ اه على مهلك على مهلك انزي يا ابي شو بدك تسكر هلا يا ابي على مهلك على مهلك انت يا ابي انزي يا ابي واحد علينا سمعينا سكر يا ابي سكر يا ابي بس يعني هاي لا تشرب يا ابي لك ما نعوج عيونك انحولوا لك سكر طولي يا رجال لا عمود انا عمود طولي بالك طولي بالك لك يا رضا طول بالك شوي رح شوفهم بعمك بعد ما تضل يلا دايرة لا تروح يا خلص يا بنت خالي
عناية رزي يا عناية رزي رزي يا أبو رزي خلص حبيبي خلص طول بدي روحي أنا مش بتعبتك قولي لك شو صار ما بدي روح يا ماما لي أنزلي يا أبو روحي قومي هون لا حول ولا قوة إلا بالله رزي يا أبو طول رزي عم تشعر يا أبو إيه حبيبي عمودة يا أبو يلا حيجي أبو محمود تعال تعال رزي يا أبو تعال تقبلني تعال سند علي لا سند علي بسم الله يا ريت رجلي مو رجلك على مهلك على مهلك يا بيل عطرشنا يلا يا بي الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هزلوا من عندك مظلوم ها؟ ايه لك معزوم معزوم ايه شرف يا بي شبه لهالأكل حو هنا من ايمتى وعدتكم نعملكم اياها؟ زهر يا ويلي شو هالأكل هاي يا بي شو هالأكل ما عم صحة وهنا صحة وهنا زفورتي صبري قلبي يا مو صحة وهنا تخبرني صحة وهنا مساك يا حبيب مساك عليك الأكلة هاي شو ها؟ شو هذا سميحة؟ شو ها؟ شي بيطرمخ شو هالأكلة الطيبة؟ نعبيه مو بس شي بيطرمخ لك شي ناهي شو هالأكلة بالجنة يا حبيب الجنة ايه والله أكلة طيبة كتير صحة وهنا تخبرني صحة وهنا عربك يا ماما عيبل كلي زينب كلي عم آكل متعمل يا مو ما كترنا الأكل؟ لا ما كترنا ما شايف اليوم طاير عقلهم بالأكلة من أمتى وعدتكم فيها؟ يا مو ايه تقبرني تعال الله سخبيني سخبيني من هاي لك ما تعصر يقول لك يا ولد بعدين تسقط تبيعي لا يا بي ايه هيا بتبغى ايه لا أمي سخنة مثل النار بس يلا يا مو هات هات جيجا جيجا لك صحة تقبرني صحة لك صحة لمين عاملت أنا لك لمين عاملت غير لتاكل يا قلبي صحة تقبرني تفضل توقف على الأكل قلبي مين يسندني حاسك بقى حاسك بقى ما خلصت فيه وهي الحلال إنه بحياتي وعوني ما أكلت هيك أكل لأنه هي أكلة في ناهي شلون لقيتي هالأكلة؟ والله من حاجة لهالأكلة وبهاراتها راكزين كثير لا أحكي على أكل أمي ما حكينا شيء زكية زكية لزينب خليها تعرف تاكل أي والله والله من زمان كنا مشتهينا هالأكل يا أمي أكلي كلي كلي تقبريني كلي يا مو على أي حلال هي أكل شنو يعني صحة تقبرني كل هالكل كل كل هذا إيه ما عم يأكل يا حرام إيه راح يأكلني يا ظافر راح يأكلني يا بي يا بي لا حاكلوا كلوا كلوا بالعشرة عشان ما يأكلنا يا أنا هذا ما عندك يا أخي زلط حبيبي والله يا حبيبي والله هو يعني ترى صحة إيه يا بو صحة هلا يا سلام كلوا يا بنات كلوا هلا يا عم ليك يا ما بدي شيء تدخلون ما بدي شيء يدور على الطاوله يلا لا تعمل عندي حاجه شيء هلا يا لا مو هم انت يا ابي حط لي اياها حط لي اياها هلا سلم الايدين والله سبقت ابنك يا ابو زافر سبقته الله يجيرني من شي ضعفي على هالشغل اللي اشتغلته اليوم لك ما عجب الست سميحة تلاقي غير هالطبخة لا وبدها 10 نسوان يشتغلوا فيها هالطبخة وما بيكفوا يا الله بس لو ارتاح شوي والله ما بدي اكثر من هيك لك قولي على الطبخ وساهروا قولي على الشغل وساهروا لك شو بدي اساوي انا شو لمسحهم فوراً وعملي له أحلى كاسة شاي لأبو زافر وتكون خميرها
حاضر سميحة خانم حاضر. لشاي لك لا الأبرين نظيف والكاسات نظيفة، لك شو بدي لحق لحق؟ طبعا ما قلت تتركني بس حتى لما بتمي من الصبح مو آكلة شيء. زينب يعطيكي ألف عافية. بدي أتغدى معك. يعني قصدك ناكل سوا؟ إيه. ما بتقبلي أتغدى أنا وياكي؟ لا طبعا بقبل، بس يا زينب سميحة خانة طلبت مني شاي، وشوف هيك ابري الشاي بكاسة وسخين، بس استني خليها عمي. لا والله ما بيصير. بيصير ولا ما بيصير؟ أنت تعبتي كثير اليوم. والله ما برضى. حبيبتي ارتاحي شوي، ليكي شكلك كيف تعبانة؟ بصراحة أنا مو بس تعبانة، لك رح موت رح موت من التعب. يا الشر عن قلبك، إن شاء الله عدو وينك. خليني لك يا زينب. خليني أقول لك. ليك أعطيني هالقبري. نغلي الشاي؟ اجلي ونردو. يبليني بفرمي على هالخبر، لك شلون تفركش والضحكة اللي وقع من على الدرج من هون جنته الله يصلحه. وعرفتوا شو صار له؟ عم بيعوي مثل الديب من وجعه. وليه على طول اخته؟ لك ريت الضحكة لإلي ومن خالي رضا ما يصير له شي ولا تغزله شوكة. شو اللي ضحكة لك يا أخي؟ معقولة الضحكة من عيني؟ إذا الضحكة من عيني لك إلهي إلهي يبلاهم بالعماء. اضرب محفوظ يلا 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 يلا. هات يا صوت مين؟ ايه يا بي صوت مين؟ لك صوت رضا. ليش شو؟ لك شو ليش جايبك عبد محفوظ انا شري؟ لك خلص يا بي. يعني هي انكسرت رجله؟ ايه انكسرت رجله. وين؟ على الدرج. اه معناته بدنا زيت. خلص موجود الزيت. بدي لك شغله. ايه يعني هو وقع من الدرج هر هر؟ ايه هر لتحت. معناته بدنا بصل. كمان بنجيب فحل بصل غيره. يلا. اه بدي لك شغله كمان. تفضل. رجل يمين ولا اليسار؟ لك شو بتفرق يا ابو محفوظ؟ لا لانه اليسار اجرى اغلى. معناتها زبطت معك. يلا جيتك يا ابي جيتك. يلا يلا يا ابي يلا. ليش هيك صار؟ ولي علي عليك يا ابن خالي رضا يبعت لي حمه. معقول كون انا صبته بالعين؟ ولي ولي بس والله انا بحبه مستحيل اضربه بالعين. يا ربي ولي 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 كيف بدي اطمن عليه؟ ان شاء الله رجلي ولا رجلك يا ابن خالي. يا رب ما يكون صاير له شيء. يا رب ما تكون عم تجعه وتخفف عنه. يبعث لي حمى عليك يا رضا. هاتي من ايدك. هلا ابو محفوظ هو بده يجبر رجله للولد؟ ايه ابو محفوظ ما عجبك ابو محفوظ؟ دخلي بشغله للزلمه كمان. ما يقوم يخلع له رجله يا ابي. يا ابي لا تخليني احكي كلام طالع نازل هلا. ها يلا ارجونا على كتابكم. دير بالك يصير اخي رضا اعرج يا ابي. يا ابي روحوا يا خلص يلا. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. رجع ساعة ولا كل ساعة استنى. طول بالك على مالك عليه يا ابو محفوظ الله يرضى عليك. تفضل هاي الزيت وهي البصل. هلا وقت الاكل يا ابي. مو اكل يا ابي يا ابو محفوظ طلبوا نعطي الخباز خبزه لو حرق نصه يا ابي. الله يرضى عليك يا ابو محفوظ. شوي شوي هيك ابي عم يوجعك هون. هون يا ابي عم يوجعك. هون يا ابي. شو شيخ ريحان كمل عواضي. لا بس يعني عم توجعوا للولد يا خليني انا بالشغل. تفضل اشتغل. بتكون طابت رجله يا ابو عطي حمى عليه. ياكل شاشه؟ شاشه شو؟ لك شاشة بيضة ماشي؟ ايه ماشي. ايه في ايه نترو جيبا. ايه حاضر. ليش عم تعيط على ابي؟ رضا خلاص امرك يا ابي. كن كن يا ابي كن.